السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده بالنسبة للي هيدخل على عصافيره إن شاء الله. أما تيجي تدخل على عصافيرك وعلى مشروعك اللي أنت عامله، تسمي بسم الله وتقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده اللي أنا على طرقه في الفيديو اللي فات. الكوكتيل يا جماعة، ده الكوكتيل اللاتيني. الجوز دوت في السوق بيوصل ثمنه من 450 ل 500 لما بيكون جوز كبير وشغال، لكن لما بيكون زي غليل وصغير بيوصل الجوز منه ب 300. ميزة الكوكتيل ان سعره ثابت، ده ميزته عن اي عصافير تانية. يعني قلت جبت اي نوع تاني من العصافير، جبتها النهاردة مثلا ب 50 جنيه، سعرها بينزل، ممكن تلاقيها ب 40 ب 30 ب 25، لكن الكوكتيل سعره ثابت دايما. تيجي تجيبه مثلا جبته ب 500، هو لما ربنا هيبارك لك فيه ويبقى عندك زغاليل وتنزل تبيعها، هتبيع الزغاليل ب 300 وهتبيع الكبير ب 500 زي ما جبته هتبيعه. ده ميزة الكوكتيل. تربية الكوكتيل تربية ممتازة جدا، تربية سهلة ما فيهاش حاجة. هو بس ليه شوية شروط. شروطه ايه هي؟ أول حاجة إنك بتجيب له قفص كبير كده، تمام؟ ليه مقاس معين في السوق معروف أهو مثلا، تمام؟ القفص دوت بتجيبه من السوق معروف تمنه من 50 ل 70 على حسب الخامة بتاعته. بتجيب له عش أهو زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ العيش ده ب 25 جنيه، ده بعد ما غلي، ده الأول كان ب 15 جنيه. بتجيب له مسقة، أنا ما بجيبش المسقة اللي هي ديت اللي كنت شايفينها دي، كنت جايبها طبعًا، دي مشهورة جدًا معروفة، المسقة بتاعت العصافير يعني. لكن لا، أنا بحط لهم في طاجن أحسن عشان خاطر الصيف، بحط لهم طاجن مية كده عشان الصيف، عشان بينزلوا يستحموا فيه. وبحط لهم من جوه برضو الاكل زي ما انتم شايفين، ممكن في طاجن برضو احط اكل في طاجن عادي خالص برضو اهو زي ما انتم شايفين اهو، ادي الطاجن الاكل، تمام؟ او طاجن الاكل اهو. ده بالنسبه لتجهيز القفص وتجهيز العش بتاعه. العش ده بحط من جواه ايه؟ بحط فيه نشاره خشنه عند النجار، حط شوية نشارة قليلة وتحطهم في العش وخلاص على كده، حط المية وحط الأكل ومالكش دعوة بيه، بس هو ده اللي بتعمله. كل يومين تلاتة تحط لهم ورقتين جرجير، تحط لهم تسلق بضاية وتهرسها وتحطها لهم. طب الأكل بتاعهم إيه؟ بيتباع أكل معروف ليهم، أكل العصافير اللي هو البيليكاب والفلارس. هو ده الاكل بتاعهم، ولب السوري طبعا كنا عارفين اللب السوري. بس فانا عن نفسي ما بحطلهمش لب، يعني بقطعش من اللب. وبياكلوا كل بقى حاجه في البيت موجوده عندك، ممكن ياكلوا كوسه، كل ده ني بقى. ياكلوا بطاطا، ياكلوا جزر. كل ما تدي عصفوره، كل ما تغذيه، كل ما يديك انتاج كويس جدا. وابدا مشروعك وما تخافش، وجميل جدا. و أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.